بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول أختكم في الله زينب عبد الله أحمد: الأخت زينب، عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل الشيخ صالح وتقول: هل صلاة التسبيح حديثها ضعيف، وهل العمل بالحديث الضعيف يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. حديث صلاة التسبيح حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم كلام طويل فيه، حاصله أنه حديث إما موضوع وإما أنه ضعيف شديد الضعف، فلا يجوز العمل به. هذا من ناحية سنده. ومن ناحية صفة الصلاة المذكورة فيه، فهي صفة غريبة تخالف الصلوات المشروعة. حتى لو كان هذا الحديث صحيحا، فإنه يكون شاذا مخالفا لما ثبت في الأدلة الصحيحة من صفة الصلاة، والشاذ لا يعمل به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إني أنام على فراش فيه صورة مثل صورة الطاووس، هل ذلك جائز أو لا؟ وهل الملابس التي فيها صور حية تجوز الصلاة عليها أم لا؟ جزاكم الله خير. أما النوم على الفراش الذي فيه صور أو الجلوس عليه، فهذا لا بأس به، لأنها ممتهنة، لأن هذه الصور ممتهنة، تداس ويجلس عليها وينام عليها، فهي ممتهنة لا حكم لها. وأما الصلاة لمكان فيه صور منصوبة على الجدار يستقبلها، هذه مكروهة. تكره الصلاة في استقبال صورة أمام المصلي لما في ذلك من التشبه بعبدة الأصنام، فتكره الصلاة أو تحرم إذا كانت كذلك. وعلى العموم، المكان الذي فيه تصاوير معلقة فإن الصلاة فيه مكروهة، حتى ولو لم تكن في قبلة المصلي. وأما الصلاة على فراش فيه تصاوير، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في المجانية، أي الثوب الذي فيه أعلام وخطوط ونقوش، قال صلى الله عليه وسلم لأنه ألهاه عن صلاته. فالصلاة في على ثوب أو فراش فيه تصاوير، هذه صلاة مكروهة، لأن هذه التصاوير وهذه النقوش وإن كانت ممتهنة إلا أنها تشغل المصلي عن صلاته. وأما لبس الثياب التي فيها صور فهو محرم، لا يجوز لبس ثياب فيها تصاوير، لأن هذا فيه حمل للصورة واستعمال للصورة في ثوبه، وهذا أكثر ما يستعمل للدعاية لشخص أو للاعب أو ما أشبه ذلك، أو لمغن، أو إن الكفار يريدون أن يغرموا المسلمين على حمل الصور، وتكون مكيدة من الأعداء. الحاصل أنه لا يجوز لبس ثوب فيه تصاوير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أهدى لك شخص هدية ولم تعجبك وقمت ببيعها، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس، حتى ولو أعجبت لك التصرف فيها. إذا أهدى إليك هدية وقبلتها صارت ملكا لك، تتصرف فيها بما ترى أنه أنسب وأنفع لك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ما يشيع بين الناس من أن الهدية لا تباع ولا تهدى غير صحيح في الصالح؟ الذي لا يباع ولا يهدى هو الوقف،
أما الهدية هذه تملك للقبض نعم ويتصرف فيها صاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في كتاب تفسير الأحلام؟ وهل تفاسير الأحلام نصدقها أم تعتبر من الرجم بالغيب؟ جزاكم الله خيرا. هذه الكتب لا يعتمد عليها وليست من مؤلفين موثوقين، فهي إما منسوبة نسبة غير ثابتة الذي ينسب إلى ابن سيرين هذا غير صحيح، أو أن مؤلفيها مخرفون مثل عبد الغني النابلسي في تعطيل الألام في تفسير المنام، هذا الرجل معروف أنه مخرف وأنه صوفي ولا يعتمد على كلامه. وعلى كل حال تعبير الرؤيا لا يخل من كتب، وإنما تعبير الرؤيا فراسة يؤتيها الله من يشاء من عباده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل مستمع من الأردن هو محمد عمر محمد أبو دخيل فيقول: ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، وهل يأثم تارك أحد منهما؟ جزاكم الله خيرا. الإثم لا يأثم تارك السنة، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، إلا أن السنة المؤكدة لا ينبغي تركها يتأكد فعلها، أما السنة غير المؤكدة فهي أقل من ذلك، ولكن في كل من النوعين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لا. جزاكم الله خيرا. ما حكم الالتفات في الصلاة وما حكم الضحك في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة لا يجوز، لكن إن كان الالتفات بالبدن من غير عذر فإنه يبطل الصلاة، كما لو استدبر القبلة أو انحرف عنها كثيرا صارت إلى جنبه من غير عذر شرعي إن صلاته تبطل، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أما الالتفات اليسير بالرقبة فقط فهذا يكره، هذا من مكروهات الصلاة ولا يبطلها. وأما النافلة للمسافر فله أن يصلي أينما توجه في سفره، يصلي النافلة أينما توجه ويعفى من استقبال القبلة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة له للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصلي بالليل وأينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. الضحك أحفظكم الله. يسأل عن حكم الضحك. الضحك إذا ظهر صوت كالقهقة ونحوها بطلت الصلاة، لأنه من نوع الكلام في الصلاة. أما إذا كان مجرد تبسم فإنه أيضا لا ينبغي، يكره، لأنه يدل على الغفلة عن الصلاة والتفكير خارج الصلاة، فيتجنب الضحك بنوعيه التبسم والقهقه. تسأل هذه المستمعة بل هذا المستمع محمد عمر محمد أبو دخيل من الأردن يسأل عن هذه القضية، يقول: إذا صليت في البيت جماعة هل يكون لي مثل الأجر الذي أكسبه عند ذهابي إلى المسجد؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم أن يصلي في المسجد إذا سمع النداء، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في طريقه إلى المسجد وليس له قائد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في البيت ولو كان معه جماعة، الواجب عليهم جميعا أن يصلوا في المسجد مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، مع أنه يحتمل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم جماعة. أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم عدم حضورهم إلى المسجد، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يمنعه من ذلك كما جاء في الرواية الأخرى: إلا ما فيها من النساء والذرية. الواجب على السائل أن يتقي الله، وكذلك من معه أن يتقوا الله وأن يصلوا في المسجد مع المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة سورة ياسين عند القبور؟ لا تجوز قراءة ياسين ولا غيرها من القرآن عند القبور، لأن هذا عمل غير مشروع، لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، وإنما المشروع عند زيارة القبور الدعاء له بالمغفرة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا زار القبور أو إذا مر بها يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو المشروع عند القبور إذا زارها، أن يستغفر لها للأموات وأن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. أما قراءة القرآن عند القبور فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو عدنا إلى سؤالها الأول شيخ صالح، هل يكون الأجر لمن صلى في بيته وإن كان جماعة كما كأجر من صلى جماعة في المسجد؟ هذا آثم على تركه الصلاة في المسجد، والذين معه أيضا يأثمون، إلا إذا كانوا معذورين بمرض أو خوف لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد لعذر يمنعهم من ذلك، فإنهم يصلون في البيت ولهم أجر الجماعة. أما إذا كان ليس لهم عذر فإنهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف ميم، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: والدي متوفى وقبل وفاته قام بتقسيم الحلال الذي يمتلكه لأبنائه الخمسة، وكان التقسيم نتيجة لنقاش هؤلاء الإخوة في المال لأن بعضا منهم غير متزوج، وكان قصد الوالد فض النقاش بينهم، ولكن لم يعطي بناته الاثنتين شيئا علما بأنه احتفظ بجزء من المال لنفسه في حياته، وبعد وفاته رحمه الله قام الإخوة بتقسيم ما تبقى من المال للأخوات الاثنتين والوالدة، والأولاد لم يأخذوا منه شيئا ثانيا. السؤال: الوالدي كان آثما في حق بناته؟ وإذا كان كذلك والبنات طلبنا من الله أن يغفر لوالدهن، هل عفو البنات يكفي؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض الأولاد دون بعض، لا يجوز أن يعطي الذكور ويحرم الإناث، بل واجب أن يعدل بين أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فما فعله هذا الوالد خطأ كبير يأثم بسببه. وأما أن البنات سمحن له بعد ذلك فهذا خير، وهن محسنات إلى والدهن، ونرجو أن الله يعفو عنه إذا سمحنا بحقهن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الناس لا يأبه بميراث المرأة الشيخ صالح، بل تجد الأموال تنتقل فقط بين الأولاد، والنساء إما أن يسكتن حياء أو يسكتن مرغمات، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هذا من أمر الجاهلية، إنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال الصغار، وإنما يقصرون الميراث لمن يركب الخيل ويحمي الذمار بزعمهم. هذه سنة جاهلية جاء الإسلام بإبطالها، وجعل للنساء نصيبا من الميراث، وجعل للصغار نصيبا من الميراث. قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وانظر كيف بدأ بالنساء من باب التأكيد والاهتمام والرد على أهل الجاهلية الذين يهينون المرأة ويحرمونها حقها الذي شرعه الله لها. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض والمواريث: قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فيجب إعطاء كل ذي حق حقه، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. الواجب تقسيم المواريث على ما شرعه الله للرجال والنساء وللكبار والصغار، ومن يتعدى حدود الله في المواريث وغيرها فإن الله توعد من تعدى حدود. قال تعالى: تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا في المواريث وفي غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سكوت النساء في مثل هذه الحالة شيخ صالح، هل يعتبر رضا ولا أولى بد من مطالبتهن ولا بد من الإفصاح عما في أنفسهن؟ جزاكم الله خيرا. سكوت النساء لأنهن مغلوبات على أمرهن ويخافن من الرجال أو يستحيين من الكلام، السكوت لا يدل على رضاهن حتى يصرحن بالسماح عن حقهن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أقوم بعد كل صلاة فريضة وبعد التسبيح والتحميد والتكبير أقوم بقراءة سورة الإخلاص 11 مرة ومع بعض الأدعية، وأقول: وهبتها للوالد، هل يجوز عملي هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. سورة الإخلاص لا تكرر أكثر من ثلاث كما جاء في الحديث، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب يكررها ثلاث مرات، كذلك يكرر سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب، وبعد بقية الصلوات تكرار هذه السور مرة مع آية الكرسي، هذا هو المشروع. وأما إهداء ثواب القراءة إلى الأموات فهذا لم يثبت فيه دليل، وإنما المشروع أن يدعو للأموات وأن يستغفر لهم، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض من الإخوة قام بتقديم عمل تزوير لواحد من المسلمين، وذاك الأول طلب مبلغا من الأخير، هل يقوم الأخير بتسديد المبلغ علما بأنه وعده بهذا المبلغ؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل حرام، التزوير لا يجوز، ولا يجوز أخذ العوض عليه، لأنه كذب وغش وتدليس، فلا يجوز، كله معتوب، المزور والمزور له، وأخذ المال في مقابل هذا حرام. الواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا التزوير، ورد ما أخذوا بموجبه من غير حق إلى من أخذوه منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إدريس الأمين من السودان بعث يسأل ويقول: هل قراءة سور القرآن بدون ترتيب على ورودها في المصحف فيه إثم أو مخالفة؟ لا إثم في ذلك، يجوز قراءة بعض السور قبل بعض، ولكن التقيد بترتيب السور أفضل وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستفادة من أعضاء المتوفى جائزة شرعا أم أنها محرمة؟ وما هو توجيهكم لما هو في زماننا هذا؟ جزاكم الله خيرا. الميت حرمته كحرمته الحي، لا يجوز الاعتداء عليه بأخذ أعضائه، لأنه له حرمة بعد موته، قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالواجب عدم الواجب الكف عن الميت وعن جسمه وأعضائه، وأن يعمل مع جنازته ما شرعه الله سبحانه وتعالى إذا كان مسلما، من التغسيل والتكفين، الصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين بإحسان واحترام اسمه وذكرته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما يفعله بعض الورثة من التبرع بأعضاء ميتهم، ما هو توجيه الشيخ صالح في هذا الخصوص؟ ميتهم ليس ملكا لهم، يتبرعون بأعضائهم، ميت أعضاؤه له وحرمته له، لا يجوز التعدي عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد عبد الحافظ من مصر محافظة أسيوط، يسأل ويقول: بالنسبة للعبد الصالح الخضر، هل هو حق يرزق؟ وما هو موطنه الحقيقي؟ وهل فعلا لم يحج إلى بيت الله الحرام حتى الآن؟ وإن كان كذلك فمتى سيحج؟ بارك الله فيكم. الخضر عبد صالح من عباد الله، آتاه الله عز وجل علما من لدنه، علمه من لدنه علما، وذهب موسى عليه السلام إليه، سافر إليه وارتكب المشاق والصعاب ليتعلم مما عنده من العلم، وهو كغيره من البشر أدركه الموت ومات، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل ماتوا، فكيف يبقى الخضر؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهذا لم يثبت أنه حي، وإنما هذا من أقوال الجهال والمخرفين. ولو كان على قيد الحياة لوجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، فلا يسع أحد يكون حيا وموجودا على وجه الأرض إلا يؤمن به. ولم يرد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وشهد له بالرسالة، فدل على أنه ميتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة
الحج الصالح. من الكذب هذا من الكذب الذي ما أنزل الله به من سلطان. الله المستعان. يسأل يقول لو قال شخص علي اليمين لزوجته مثلا، لو قال علي اليمين لا تذهبي إلى بيت فلانة ولكنها ذهبت، هل هذا الحدث يعتبر يمين طلاق أم يمين عادية وما هي كفارته؟ جزاكم الله خيرا. قوله علي الآن علي اليمين لا يكون يمينا إلا إذا نوى به الطلاق، فإنه يكون من الكنايات، يكون من الكنايات. إذا نوى به الطلاق يكون طلاق. أما اليمين بالله فلا يكون إلا بأحد الحروف ثلاثة، الواو أو الباء أو التاء. أما قوله أنا حلف أو أنا حالف أو حلفت عليك، هذا كله لا ينافي اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني يقول إنه له زوجة وله أولاد ووالده موجود ويبعث بمصاريف زوجته وأولاده، لكن والده يطالبه بأكثر من الاستطاعة كما يقول، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن بر الوالد والإحسان إليه أمر واجب، ومن ذلك أن يساعده بالمال، لا سيما إذا طلب الوالد منه ذلك، حق عليه أن يجيبه إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك إذا كان له زوجة وله أولاد يحتاجون إلى نفقة، فإنه يجب أن يبدأ بهم، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده، فإن فضل شيء فلوالديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.